قال موسى لربه: يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسددت له ملائكتك وأدخلته الجنة وطبت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله: يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. إن الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه: يا ربي إني أرى مكتوبا في التوراة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. قال الله لموسى: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة، اجعلهم أمتي يا ربي. قال له الله: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، اجعلهم أمتي يا رب. فقال له الله: يا موسى إنهم أمة محمد. فقال موسى: يا ربي اجعلني من أمة محمد. موسى، موسى يتمنى ان يكون واحدا من هذه الامة التي شرفها الله بمحمد. قال موسى: يا ربي اذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له؟ قال: اقول له لبيك يا عبد. قال: فإذا قالها وهو ساجد؟ قال: أقول لبيك يا عبد. قال موسى: فإذا قالها وهو عاصٍ؟ قال: أقول له لبيك لبيك لبيك. إن موسى بن عمران وقف ذات يوم يصلي ببني إسرائيل صلاة الاستسقاء لينزل الله عليهم الماء من السماء بعدما اجتذف وعظوا وصلى وفرغ من الصلاة ولم ينزل الماء، فقال موسى: يا رب صلينا ولم تنزل الماء. قال له: يا موسى ان فيكم عبدا عاصيا، ان فيكم عبدا عاصيا. فقال موسى: وبني اسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليخرج. فلم يخرج احد. وصلى موسى للمرة الثانية ونزل الماء. قال موسى: يا رب صلينا ولم يخرج العاصي ونزل الماء، فماذا
ان العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. نعم تاب، تاب بيني وبين وقبلت توبته. ولم يسكت موسى، وكان لموسى مع الله دلال، فقال يا رب اريد ان اعرف من هو ذلك الذي كان عاصيا وفاق. قال له يا موسى اذا كنت فطرته وهو عاص فكيف افضحه بعدما تاب الي. الله. ولذلك كان رجل على ايام موسى عليه السلام يعبد صنما، فكان اذا جاء الى صنمه نادى عليه وقال يا صنم ارزقني، يا صنم اعطني، يا صنم اشتني. وذات يوم اختار ساله لما اراد ان يقول يا صنم قال يا صنم، فرد عليه الله قائلا لبيك يا عبدي. نادى على الصنم، نادى على الصنم وقال يا صنم. وذات يوم اخطا اللسان فقال القلب يا صنم، فرد عليه الواحد الاحد لبيك وعبدي. قال موسى يا رب اترد عليه وهو يعبد سواك؟ فقال له يا موسى وهل هناك صنم غيري، هل هناك صنم غيري، هل هناك